الفقيه عبد الله، شنو احساسك وانت اول موريتاني بلباس التقليد الموريتاني امام الكونغرس الامريكي؟ والله احساسي اني بهذا الزي امام مبنى الكونغرس الامريكي اني امثل بلدي، بلد الاروبه، بلد الاصاله، بلد الكرم، بلد الاسلام، وانا اشعر اني عندي حريه تامه هنا لان امامي الشرطه وامامي المبنى، وهذا بلد عظيم. أمريكا بلد عظيم، أنا زرتها ولا ما كنت في حلمي أني أفكر أزورها، ولكن أمريكا أو وزارة الخارجية الأمريكية نادوني أن أزور أمريكا باسمي فقيه. الزي الرسمي الموريتاني أثار اهتمام بعض السكان الأمريكية، وأخذت صور تذكارية معهم. صح. شنو شعورك؟ والله شعوري اني الزي هذا انا افتخر به، انا عندي يعني فست يمكن البسها وعندي ملابس يعني رابية، ولكن افضل هذا الزي حتى اريهم ان موريتانيا بلد موجود وبلد عظيم وبلد كريم وبلد ذو شأن عظيم. شكرا على حبك لموريتانيا. انا لبسته هذا زي بلدي. هذا زي بلدي امام الشرطه يمرون. كلمه تتوجهها للاخوه اصدقائك من موريتانيا؟ كلمه اتوجه للاخوه الاصدقائي ان يكونوا معتدلين في كل شيء. الاسلام الوسطي، الاسلام المعتدل، الاسلام الغير عنفي، الاسلام الذي يمثل ضوابط الاسلام، ضوابط الكرم، ضوابط الانسانيه، ضوابط يعني 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 التسامح، ضوابط الحرية. يعني هذا هو الشيء الذي نحب في كل مكان، أن يكون الإسلام أوامر التي جاء بها الإسلام نطبقها نحن كمسلمين، نطبقها ونعتني بها. هذا هو الذي أنصح به كل من في قلبه إنسانية، كل من في قلبه يعني نظرة لأن يكون في قوله تعالى ولقد كرمنا بني آدم، أن يكون هناك كل هذه الأمور. هل كنت تتخيل يوما انك ان تذكر ايات قرانيه امام الكونغرس الامريكي بكل حريه؟ نعم، اقول ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن